برشا زيادة برشا زيادة على المواطن، المواطن ما عادش تاخذ الاستيعاب نتاع المواطن، ما عادش راهي سايي المواطن ولا هاك تشوف فيه سي ديجا حتى شوبينغ اي حاجة، يعني مش نحكي تاو كان عظام ما عادش خلط، راهو المواطن راهو اي حاجة يدخل الحانوت يخرج يدخل بوتيك راهو يدخل فارغ يخرج فارغ راهو اختي كل شيء زيادة، هي الضو بركة كل شيء. نرجعوا للشمعة خير من الاخر بكل، والله نرجعوا للشمعة ولا واحد يمشي يعمل الحاجات الأولية ويعمل زاد الفوانيس الاقتصادية ينجم يكون زاد نقص نقص قدر الامكان باش ما ينجمش يخلص. ربي عين المواطن بليتو سيترو زياده في كل شيء، كل شيء ولا غالي ديجا مش خاطر هضع الكوش والحليب. المواطن قاعد يخلص فيه الضريبه نتاع 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 سواء نتاع عجز نتاع الصناديق الاجتماعيه سواء نتاع ستيك سواء نتاع اي مؤسسه تفشل ولا اي حكومه من الثوره وانت جاي اي حكومه تفشل الميزانية يثقلوها على المواطن. المواطن بصراحة أنا كموظف إداري صدقني لا عاد نتحملها المواطن، المواطن البسيط ما عادش متحمل. كل شيء في تونس معناتها غلا وتزاد ولا دوبل وتريبل ولا فريمون نحسوا فيها معناتها البلاد تبدلت على الأخر. ورقة الضو يا حسرة ورقة الضو تقبل يتوا 120 170 يا ودي تعرف شنو المشاكل اللي تعطي في الدار على حاجه اسمها ضو. ضو مصيبه كارثه، انا واحد من الناس باح عندي ورقه جاتني 350 واحنا ماناش مصيفين في الدار. كي هزيتها له ما تلقى حتى حل، تمد له هذيك يجبد لك اختها يضرب على الاورديناتور يجبد لك اختها. كارثه كبيره حكايته الضو. احنا قاعدين نخلصوا على الناس اللي ماهيش قاعده تخلص. اللي يسرقوا في الضو قديش السيكتور هذا مستنسي دخل في 5 مليارات بالنسبة للستيك في شهرين يزموا دخلوا 5 مليارات من الناس اللي قاعدة تخلص المخلصة نخلصوا على الناس اللي متخلصش. هذا اللي فهمته أنا حتى ما لقيتش حتى تحليل حتى تحسبهم 3% يونكور مش حل برجولي ولا له حل. إن شاء الله برجولي خلي يعملوا سوم للزوالي باش يلقى باش يعيش باش يلقى كل شيء غلاو فيه كل شيء فهمتني زيادات في كل شيء الأداءات الدنيا ولات تلمون صعيبة اللي واحد ما عادش لا يحكم في روحه ولا يحكم في غيره دونك سي لا لوا دو لا جانغل.